كنا على ابو جبل ولسه ما اتكلمناش عن طارق حامد. شايف ان طارق حامد مشي بالطريقه السليمه من نادي الزمالك ولا شايف ان طارق حامد كان المفروض يمشي بطريقه افضل من كان كده؟ المفروض يمشي بطريقه افضل من افضل دي حقيقه يعني. لان طارق برضو من اللعيبه الكبار لدة نادي الزمالك ولعيب كبير ومكسب كبير لاتحاد جده يعني. يعني وجوده كان في فتره من فترات نادي الزمالك هو العمود الاساسي اللي كل الفرقه بتستند عليه. انما التوقيت هو اختيار صعب شويه يعني برضو. ودي يمكن اتكلمت فيها مع طارق يعني. طارق طبعا كلنا بنحبه وكل جمهور الزمالك بيحبه وكان حاطط عليه امل كبير جدا مع مجموعه الشباب ومع الظروف الصعبه اللي احنا كنا بنمر بيها ان هو يبقى موجود. لما جات له الاصابه حصل فيها نوع من الشك شويه بعض الشيء ان هو راح غاب فتره واستاذن من مستر فيريرا ان هو يغيب اسبوع. كان هو موقوف مباراه انبي اعتقد كان واخد انذار ثالث والاسبوع ده طول فتره كبيره من 50 يوم. فدخلت شكوك ان انت مش عايز يعني ايه يكمل الموضوع ده. فطبعا هو كان لازم من البدايه حتى لو هو كان ماضي في يناير كان يقعد مع اداره الكوره كان ماضي في يناير اعتقد كان ماضي في يناير حتى لو يعني ما فيهاش مشكله برضه لان نادي الزمالك مش هيقف يعني قدام مستقبل طارق. وفي امثله لكده يعني. محمد عبد الشافي كان برضه في عهد المستشار مرتضى ان هو كان باك ليفت الاساسي كان كابتن حسام حسن هو اللي ماسك الفريق وقتها وما كانش عندنا الا باك ليفت واحد. وهو طلب شفوي وكتابي من استاذ مرتضى ان عايز يسافر لان عايز يامن مستقبله لان هو فعلا وكلنا كنا بنحب عبد الشافي. فراح 3 سنين أو 4 سنين اهلي جده ورجع تاني نادي الزمالك. لما رجع الناس الباب كان مفتوح له ومفيش مشكله بس هو كان صريح في الاول. هو طارق بس هي يعيبه الجزئيه دي ان هو ما كانش يعني صريح وفتره الاصابه طالت. فالراجل خلاص يعني عمل البديل لرؤى ودخل اسلام جابر ودخل سيف فاروق جعفر يعني. ودي ميزه من مميزات المدرب الكبير ان هو شغل باله باللعيبه اللي معاه. وفريق ما بيشغلش باله باللعيبه اللي بره او اللي مش عايز يكمل معاه او مش مدرب هيجي لك انت كاداره يقول لك لا حاولوا يا جماعه تخلصوا لي قصه طارق حامد دي انا مش عارف العب من غيره يعني انتوا عاملين لي مشاكل. هو في البدايه يعني من الناس اللي كان حاططها ان هي تبقى موجوده معاه الفترات اللي جايه طارق. لكن لما حصل الموقف ده طبعا بالنسبه له كان صعب جدا فشغل نفسه بالبديل وطور اداء وحط يعني. طارق تفتكر يبقى الباب مفتوح بالنسبه له في المستقبل؟ ما يعني هتبقى صعبه برضه. صعبه برضه. هتبقى صعبه. عارف بيصعب عليا اللعيبه اللي هي اللي قضت سنوات طويله في انديه كبيره وعملوا تاريخ كبير يجي اخر مشهد ليهم ما يكونش مشهد جيد. وطارق بالذات يعني انا بقول لك انا صعبان عليا انا صعبان عليا جدا. ليه؟ ان هو عنده مشاهد كتير عظيمه. لا كتير هو الحقيقه كل مشاهده مع نادي الزمالك رجوله ومسؤوليه رجوله وجدعنه. حتى لو الزمالك كان في وقت مش كويس كانت تلاقي طارق كان هو نمره واحد على طول وما كانش بيتاخر وفي كان فتره مستحقات متاخره والفلوس ما كانش بيتكلم الحقيقه يعني. بس هي غلطه الشاطر ب 100 كده بكتير. غلطه الشاطر قدام نادي الزمالك بكتير قوي اكتر من 100.